مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا في الملفات ديال الأستاذة زينب، محامية بهيئة الدار البيضاء. اليوم غادي نشوفوا ملف اللي تناولته الأستاذة زينب، عطتني فيه عنوان هذا الملف: عدالة السماء. كيفاش؟ تبعوا معايا أستاذة زينب، حلقة أخرى، ملف من 40 سنة اللي دوزتي في العدالة. عاودينا القصة ديال اليوم. السلام عليكم استاذ يوسف، كنشكركم على هذا المنبر. اليوم انا بغيت نعاود لكم بان هذه المهنه ديال المحاماه خدت منها، سولتيني اشنو ربحتي في هذه المهنه ديال المحاماه واشنو تعلمتي؟ تعلمت بان كاين الله وكل، لان الله هو اللي كيدير اللي بغا، بان نحن غادي نفيد الله، بان الحياه صعيبه، مره هكا مره هكا مره هكا، الا ان الانسان ما خاصوش يظلم، أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكتسبق العدالة ديال الله. ملي كيحكم العبد كيحكم الله، وهذه شتم من ضمن عدة ملفات، من ضمنهم غنقول لك واحد جوج اللي بقاو لي دابا في الذاكرة ديالي، اللي في البداية ديال المهنة ديالي ديك السنين الأولى. كان كيجي مثلا أنا كان جي عندي شي موكل ديالي، كيجي عندي أول مرة، كان قال لي طلب مني واحد السيد كان جا عندي دابا ديك الساعه، جا عندي على اساس بانه بغى يطلق مرتو. سولته قلت له شنو الاسباب اللي بغيتي تطلق مرتك؟ قال لي انا جوج فوق 30 سنه وهي مراه كبيره وشارفه، وبانني ولد معها سته، دابا راه عطيتها انا لباس عليا، وراه عندي في الحوانت في السنتو دار بغلاف، وعندي العمارات، ودابا بغيت نتزوج انا ونتزوج واحد البنت عندها 27 عام وما خلاتنيش وهي شارفه. قلت لها انا ما كنديرش، انا كنجيش حتى كنعيط على الطرف الاخر، لان كان ديك الساعه ما كاينش الطلاق الشقاق وطلاق، كان الطلاق الرجعي وطلاق الخلع وطلاق، ما كانوش هاد الانواع كلها ديال الطلاق. ديك الساعه انا ضروري حسب خاصني انت كندير الصلح هو الاول، هذه من مبادئي دائما، ما يمكن حتى شي ملف مع عمر اللي ما عقلت على راسي درت شكايه بشي واحد في جميع الميادين، كيف ما بغى يكون نوعه الا نتاكد بانه راه مستحيل الصلح معاه. ما كنبغيش نضر الناس، نخسر لهم السجل العادي ديالهم، ولا شي مرا نشتتها على ولادها، والده المرا 7 دراري مع راجل، ونجي بديك السرعه نقول لها طلق، لا عيطت عليها. واحد النهار دقت عليا السيده حلت لها الكاتبه، دخلت عندي المكتب قالت لي السلام عليكم. قلت السلام، قلت لها شكون انت؟ قالت لي هذه الرساله جاتني من عندك. ملي كنشوف السيد كيقول لي مراه شارفه كبيره، قلت انا مراه صغيره باقا مزيانه بخير مربيه زوينه، هو قال لي شارفه زعما بحال ما عرفتش، هو اللي شارف، قال لي زعما شارفه. وانا نقول لي تعجبت كيفاش هذا الراجل تيقول لك انا المراه شارفه، وانا بغا نتزوج وحده عندها 27 عام، راه تزوج بها بعدا وباغي يطلق هذه، حيت هذيك الصغيره قالت لي طلق الكبيره، حيت ديك الساعه كان يمكن لك تزوج تميه. ملي جا انا اللي استدعيتها بغيت نطلقها، هي قالت لي جبدت لي واحد بقى عندي الان، زعما لدرجه انني بكيت ما يمكنش مرض ضربك. قالت لي راني قاسيت معك، انا ساكن في الراكه، كنت كندير المسمن، كندير ذاك البطوط البغرير، كنبيعهم ولا بعد جابيل، خدمت في الديور والنخاله، ما خليت ما درت باش هو دار هاد الفلوس كلهم في سميتو، ولا لباس على طوموبيلات، دار عمارات، دار. قالت لي لدرجه انها جبدت لي بانه حيد لها شعرها الجلده ديالها، بقى عندي الان في واحد لونفلوب، حيد لها شعر من الجلده ديالها، قال لها خاصك تطلقي لان رفضت الطلاق يا رجل تزوج. المشكله قال لي راه نعطي واحد 6 مليون وصافي وغادي، واش مره ضحات حياتها كل داكشي ديالها هي في الاخر تلوحه؟ هادشي علاش انت ما يمكنش خايب المراه تمشي مع واحد الراجل بنيه وصلاته الامام، ويجي في الاخر يقول لك شارفه هي اصغر منه، يقول لك راه ما يمكنش هذاك الشيء كله ديالها. ها العبره فين كتبان؟ ملي تم الطلاق بيناتهم، كان ديك الساعه دار طلاق رجعي، طلاق رجعي، ولدت هذيك المراه ولدات اللي جوج عندها 27 سنه غادي نوع. هي واحد النهار ما شدات شي دازت شي شهر ويضحك عليا المحكمة الابتدائية ديال لونفا ديال الحمام، كنشوفها لحقة عليا لابسة حق الله لابسة أبيض،
انت مالك؟ قالت لي راه شدي حيت كطلق رجعي، راه باقي حيت يقدر يرجعك داخل اجل 3 شهور 10 ايام. لابسه البيض. انت مالك؟ قالت لي راه الراجل غادي هو والولد اللي ولد وديك مرتو الجوج ويا الصغيره جا كاميو دام كلهم ماتوا. شتي عدالة الله؟ شتي الحق رجع ليها كله. هي بحال ما مطلقاش، بحال ما طلقاتش، خدت مون ديالها ولا خدو كلش. حيت دابا باش تكتب لك الحكمة ديال الله، الإنسان ما يظلمش، ما يظلمش، راه الله كيخلص بلا ما تتسنى قضاء يخلص ولا، راه الله العدالة ديال الله واعرة. ها أنت ما مشاش يا حقا اللي ضحات عليه وعاودت ليا وأنا أثر في حد داكشي بصح. ومن ضمنهم تنعاودك واحد القصة اللي كنبين لك بها أن الإنسان ما يبقاش يظلم في الدنيا، راه ما فيها والو، كلنا غنموتوا. ما كاين على الله، لا ظلمتي راه الله يمهل ولا يهمل. راه عندي تجارب في هذا الميدان، علاش انا كتقني كف عاديه انا كتبني الدنيا ما كتسوى والو، ما كاين والو، في الاخر غنموتو. منهم ميت انا كنت كنمنو في الميت ديال الحاج تابت اللي كان تحكم بالاعدام، ملي كان تيدوز ميت اول مره غيصدر الاعدام صدر في ملف ديال الكوميسار الحاج تابت. الكوميسار الحاج تابت اللي تنفذ حق الاعدام ماشي صدر، كانوا صادرين ملف ديال الزيناني وتشوق تنفذ فيهم تما الاعدام، ثاني ملف هو ديال الحاج تابت. كان تصفح الملف، انا كان ملف كبير فيه بزاف الضحايا تقريبا 600 امراه من المتزوجات. انت استاذ على من كتنوبي على الضحايا؟ من المتزوجات، من المتطلقات، منهم الخادمات، منهم طالبات، منهم موظفات، منهم على جميع الاصعده. هذاك السيد جيت كنشوف انا كنقرا في الملف وتنشوف في اطار محاكمه، كنلقى بان كنقول كيفاش اسباب هذا السيد جابوا الله في هذا الملف الكبير دكا، لان الطغيان خايب، لا تغطي في الدنيا راه واعره، راح الله يخرجنا من ضل العيب بالعيب. تا واحد الانسان يرحم، رحم من في الارض يرحمك من في السماء. كان واحد المعلم اللي هو بقى شاب اللي كان بقى عنده شي 26 سنه، كان كاري ليه ديك الدار، ديك الدار اللي فوق من هذاك البار اللي تحت من هذاك البار. هو الحاج تابت بغى يخرجو من الدار تاعها، القوة ديالو الجبروت ديالو كعميد انا، وكان عنده بزاف تغير. انا انسان كنقول لك هنا الناس ما بقاوش تغرب السلطة صحابو شي حاجة كاينة، وخا تكون اللي ما بغيتي راه الله كاين فوق منك. ديك الساعة عرفت واحد الحكمة خدتها من ذاك الملف، لأن هذاك الشاب اللي كان عنده كانت عنده الصديقة ديالو، بما هو الحاج تابت كان كوميسار معروف كيدير اللي بغى، مشى جاب ليه البوليس، وديك الساعه كنت تعتقلوا على الفساد، جاب لي البوليس ودخلوا للحبس باش ياخذ ديك الدار. اذا انت خرجتي على دري شاب على خدمته، خرجتي على مستقبله، اداه للحبس، دمرتيه، وهذيك الدار هي اللي سبت لك في الاعدام، حدا داك الشيء كله في ديك الدار. ها والله علاش؟ عمر انسان ما يطغى، عمر انسان ما يضر شي واحد، لان داك الشيء دموع الناس. تبقى تتبعك دموع الناس راه صعيبه، كتخلص هنا قبل من ليه. حتى واحد ما يسحب راسو راه فوق. كيفاش استاذ هو توصل لهذيك الدار؟ هذيك الدار دابا كانوا عنده ملف هو فيها هذا الولد من في اطار الفساد، وشنو علاقته هو تابت بهذيك الدار؟ واش من موراها ملي تعتقل السيد مشى كداها ولا كيفاش؟ لا هو راه فابريكاني ذاك الملف باش يدي الحبس، لان ديك الساعه كيشدوا على الفساد باش يخرج من الدار، لان قانونيا الدار ديال من هي؟ الدار ديال الحاج تابت كاري عليه باش يخرجوا. تعسف عليه، خرج السيد، خرجتي على حياته، دري شاب، خرجتي على مستقبله، خرجوا من الخدمه، كلشي تاش كتسحب راسك ما تعاقبش. راه هذيك الدار هي السبب فاش داك الاعدام الله، لان الله راه الحكمه ديالو كبيره. ما يمكنش حنا نظلموا واحد، نخرجوا شي واحد من الدار ونكرفسوه وندمروه ونخرجوا على حياته، ما يمكنش على خدمته. هذاك الولد استاذ عمرك شفتيه انت في هذيك الوقيته؟ لا ما بقاش شفتو، لان هذاك الشيء كنت عارف في الوقائع، لان هذاك الشيء كان في الوقائع ديال الملف، لان هذيك الظلم اللي ظلم هذاك ما عرفتيش بان غيدي بك الاعدام، حيت كون ما طردتيش هذاك الولد وذاك الشاب خرجتي ليه على خدمته وعلى حياته، عطيتي عطاو الحبس نافذ ما يمكنش يخدم، يعني دمرتيه. الله جاب هذيك الدار كانت هي السبب ديال الاعدام ديالك.
اذا الانسان ما بقاش يطغى، ما يصحبش رجل شي حاجه، ما كاين والو، ما كاين والو. الخلاصه الكامله عطيتيني جوج نقط قويين اللي فعلا عداله السماء. غادي نمشي معاك للختم بطريقه اخرى. بغيت من عندك استاذ شي طرائف اللي وقعوا لك في المرحله ديال التمرين، يلا انت دخلتي المحاماه وغادي تواجهي القضاء، غادي تواجهي القضاء الجليس، ترافعي الاحساس ديالك في الاول، يلا بديتي. يلا بديت لان مهنه المحاماه دابا كيبان الانسان راه تيقول لك المحامي بالفطره والقاضي تليه الظروف، لان المحامي خاصه تكون فيه عنده شي حاجه ديال الفضوليات ديال هو تيكون طبعه شعبي شويه، المحامي بالفطره كيتزاد، اما القاضي تليه الظروف، لان ما يمكنش. انا بديت مهنه محمد ما كانش شي زميل ولا شي متمرن، اول مره ما وقعت شي طريفه. انا اول ما دخلت المكتب، المكتب كان تيدير على جنحي وجناحي، جا طاري ما يفكرك سيري رافعي في جنحي هناك في الابتدائيه ديال اللي كاينه دابا ديال الحمام. انا ما عرفتش غنقول كيفاش عطاني ميل فين ما تنعرفو، مشيت وقفت حدا القاضي حتى الشكر وخرجت. تاني واحد المرة ثاني جا عندي واحد الميل في الدرب باقا في التمرين، حيت ما عندك الحق دير جيني تيدوز عام في التمرين. داز هذاك العام زعما جا عندي واحد الجيران ساكن معنا في الدرب، قال لك واحد ولد عائلتهم راه عنده إدرار النار وعنده اسميتو، وجيت خدت ذاك الملف وما قدرش ناخذ فلوس، لاني ما قلتوش لهم تمشي تستشرش مع المحامي ولا غادي. مشيت كانوا محامون عباقره من ضمنهم في ذاك الملف اللي كاينوا معايا استاذ ماء العينين الله يرحمه، كان وكان استاذ بطاش الله يخلي لنا تو باقي النقيب السابق، وكان محامي كفء اللي محامون كان ديك الساعه المهنه كيعطوك واحد النخوه اللي كيحتارموا المتمرن وكيبغيو يزيدوا قدام وكيبغيو يساعدوه، كان منهم بزاف اساتذه اللي حنا ساعدونا بزاف، منهم استاذ درميش، منهم استاذ وعشري الله يرحمه، منهم استاذ درميش طلب لدرجه ان 3000 رساله خارجه من عنده كيعاوننا في محمد، وراه موسوعه ما فهمتش كي داير الاستاذ درميش الله يعطيه الصحيح. هذوك من جهابذه القانون، جهابذه ولكن التواضع والاخلاق، ما يمكنش حتى متمرن كتحس راسك حتى انا ملي جاو ذاك الميل في اضرام النار مشى لواحد البلاصه ممكن ديري هو الطرف الرئيسي وسميتو. انا مشيت قال لي الاستاذ العيني خذ المبلغ الفلاني، اذا كان المبلغ اللي قال لي خلعني لك كي غندير تنقول للناس اش غنقول لهم؟ غادا جاي عندي بان كانت فراس في المكتب تاع، وذاك الشيء المبلغ اللي قال لي قلت له مع ربعه وبزز باش قلته، ما قدرش يقول لك المبلغ خيالي، قال لي لا ما تاخذش قل من. وجيت الله يرحمه الاستاذ ماء العينين والله يخلينا الاستاذ درميش، استاذ سميتو يعني في القصه اللي خلعك انت هو المبلغ. اساتذه راه عباقره في المرافعات هكا تزعزع القاعات، مشكلة قال لي انت الاولى استاذة تفضلي في المرافعه. في المرافعه كانوا كيعطيونا واحد وكانت عندنا مبادئ في المحاماه، خاص تقدم للقاضي تقدم للزميل تقدم اللي كبر منك تقدم. كانت عندنا اعراف مهنيه خطيره، ما يمكنش اللي كنحصارموا بعضياتنا واللي كان ضامن بعضياتنا، اللي كان هذاك الشيء ما يمكنش القوه ديال المحاماه كانت خير. المهم انا جيت قال لي رافعي، بقيت كنرافع قال لي رافع من المنصه، بقيت كنرافع تنقول هذاك الشيء على حد هما زعما يشجعوا فيا شي حاجه واعره، انا رافع شي خاصني نتسناهم تيرافعوا كلهم، هزيت الكرسي مشيت على الدار. قلت انا درت لي عليا ومشيت. مشيت والمشكله حيت الحكم تا كيكون في جنايس اخر جلسه، ما بقيتيش باش تشوفي الطرف الثاني باش غيجيو. وما خاصني نبقى نتسناني كلهم عاد سالي المرافعه عاد نجلس هنا باش نعقب على شي واحد. هذا قال ديك الساعه ما عرفتش رافع مشيت على الدار. شويه بشويه وسيدي كتدخل تجري. وانت الناس في العشيه قالوا لي عرفتي الموكل ديالك خد 3 سنين. اقل عقوبه في هذوك الموكلين. اخرين خدوا ديال 10 سنين 20 عام. ولكن رفعتي بمستوى عالي. جاو عندي ذوك الجيران تيسلموا عليا استاذك ندير لكم النقد. حيت كانوا كيساعدونا الاساتذه المحصره منا باش كيعطيونا تساعدونا.
قال لي لا صافي، واش غادي نزيد لك فلوس على حكم كدير، غادي نزيدو لها في النقد، انا نشوف النقد. يلا بجيتي استاذه، شكرا لك، عطيتيني طرائف مهمه في الموضوع، وعطيتيني القصه الاولى والثانيه اللي بجوجهم عداله السماء. الحلقه الجايه ان شاء الله مشاهدينا الكرام ما يهمنا في الموضوع، والشكر الجزيل صراحه للمتتبعين اللي عجبتهم هالطريقه اللي كتروي بها الاستاذه تجارب مضت عليها سنين، ولكن ما يهمنا هو تنوير الراي العام بملفات ما عرفهاش الراي العام، ما عمرو سمع عليها. مشاهدينا الكرام، نحن لتتبع حلقات اخرى، وسوف نوافيكم دائما بالجديد في قصص او ملفات اذا صح التعبير. استاذه زين خيار، مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.